جزاكم الله خير شيخ. سائل فألف ألف مصري ومقيم في الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هذه الأسئلة موجهة إليكم حفظكم الله. في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. يقول: إذن ماذا نقول بحيث إذا لم يفعل الإنسان ما نوى عليه لا يكون آثما؟ لا ينذر الإنسان، لا ينذر، لأن النذر لا يأتي بخير، وعليه أن يفعل الخير بدون نذر. الذي لا يفعل الخير إلا بالنذر هذا يكون كسلان، أو يكون ليس عنده رغبة في الخير. فالمسلم يفعل الخير بدون نذر، لكنه إذا نذر وكان النذر نذر طاعة وجب عليه أن يفعله. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والنذر ليس هو الذي يسبب لك حصول المقصود. طيب، هذا المقصود بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما النذر هو التزام التزمته أنت وألزمت به نفسك، فيجب عليك الوفاء به إذا كان نذر طاعة ولا دخل له في حصول المقصود أو عدم حصوله، لأن هذا بيد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني اللي ما يفعل الخير إلا بنذر هذا بخيل، ولا كان الذي ينبغي له أن يفعل الخير بدون نذر. نعم.